بستان على زندك دق الصلبان وفي قلبك مدنة وأدان على زندك دق الصلبان وفي قلبك مدنة وأدان مدنة وأدان معلش احنا متأسفين. متأسفين؟ ايه متأسفين دي؟ ايه بيقولي جوزك يا هاني بيفسحك في مكان يليق بمقامك بمقام الهانم. ايه ده دي غريبة قوي. ما غريب الا الشيطان. معلش يا سيد السعد بيه، اصلا دي بنت المعلم عبدون عصبية شوية. طب يلا بعيدنا عن هنا. بس ليه مغلطش برضه يا ورد؟ انت اللي كنت خارجه من البيت واخده في وشك. خدك قطر من غير سواق يا طاهر يا دالي، هو انت هتشهد له زي الراجل ده؟ يا مهما كان سعد بيه ابن الهانم الطيبه. ناقص كمان تقول لي روحي حبي على دماغه. هو انت ما تعرفش مين الست اللي كانت معاه دي؟ دي بنت خالته التركيه. تركيه؟ اه تبقى اكيد قريبه البيت كبير. عامه طز ما يهمنيش، طز فيهم كلهم. الله يسامحك يا بنت المعلم عبدون. خلاص بقى ورد اطلع على فوق، لميت الناس. انت مالك يا اخي، اطلع ولا ما اطلعش؟ هي سيره وعملتوها موال، يلا كل واحد يشوف شغله. قوي من منظرك ولا من قلة أدبك؟ نموذج مختلف ما شفتوش قبل كده. لو كنت رحت حواري لندن كنت شفت. والله على اساس ان انت حواري لندن دي هريحه يعني معرفه. طب خش بلاش غلب. بصراحة أنا كنت ابتديت أتخنق وكنت عايز أرجع اسطنبول، إنما يعني بعد فسحة الأوتوموبيل غيرت رأيي. إيه
الأجمل من الأوتوموبيل. طرد فتواتك يا عثمان. أنا لسه ما قررتش يا جولنار. النقطة والعسكر والبوليس هيوصلوا من بعد بكرة. دي تاني مرة تتصرف من ورايا يا سعد. المرة دي مش أنا، دي هدية سير مورمنت بعد الأوتوموبيل الهدية. مفيش كلام من ده غير لما قابله الأول. ماشي، وهو جاهز. بكرة الساعة 11 الصبح هيكون في انتظار معاك. برضه اتفقتي معاه من ورايا؟ سيبك منه وكمل، أنا عايزة أخرج أروح مشوار في الأوتوموبيل وأتفسح. أيوة كده، يا ريت، ده أنا نفسي تخرجي وتتفسحي. وأنت هتيجي معايا. ماشي، فين؟ اتجاهي. تتآمر معاها في ايه؟ عايزها تتآمر معاك زي ما بيعمل ابن يعقوب؟ لا، بعد زيارة سير مورجنت يا خالي هتلاقي ان كل ابواب السلطة والمجد فتحت قدامك، ومش هتندم ابدا ان انت سافرتني بره. لحظة واحدة. اتفضل. ايه ده؟ هدية تانية من سير مورجنت، علبة سيجار فاخر. عايزك تبعت تجيب لي عبدون من سكات. يعني خلاص يا سيدنا؟ نويت؟ وناوي تقعد بقى المرة دي ولا هتهج تاني على الجبل؟ لا أبدا، هقعد شوية لحد السلاح ما يوصل أو يبعدوا عنهم عن الجبل شوية، دول أعلنوا الأحكام العرفية. عمر السلاح والدم ما يخلصوا أسير. أخويا الحكاية دي مش هنحكي فيها تاني، كل واحد مننا اختار طريقه. أنت اخترت طريقك وخلاص روحك بطريقتك أنت، وأنا اخترت أخلص بلدي من اللي هي فيه بدراعي. ومين قالك ان البلد ما تهمنيش؟ طريقتك ما تنفعش معايا يا اخويا. ازاي يا حجاب؟ عساكر بتاعت القهوة عايزة تقابلك يا سيدنا. خليها تدخل. حاضر. مين دي؟ لا ما تخافش منها. السلام عليكم يا مولانا. عليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي يا جاد يا عساكر؟ ما بيخرجش من بيته، بس انا جاية لك علشان سعد. سعد؟ ايوه، بيقولوا رجع من بلاد بر. انت شفتيه؟ لا سمعت عنه، بيقولوا بقى زي الخواجات. ما دام عاش في وسطيهم يبقى اكيد شرب من مسقتهم. يبقى عثمان حقق اللي هو عايزه، شال قلبه الاخضر وحط بداله حجر، حقق هدفه ومراده. طب يا مولانا ما تبعتله، ابعتله اطمن عليه، انا قلبي بيقول انه ما تغيرش. طب وانت ايه يهمك من الحكاية دي؟ ده حتة مني، ده زي اخويا بالظبط. وبعدين يعني لو لسه قلبه في خير هيضلل على الناس المساكين ويحميهم من قسوة الظلم. انا ما اقدرش ابعتله، لكن لو هو جه من نفسه يبقى شيء تاني. ده لو جه. طيب يا مولاي تصبح على خير.
دايما يدوروا على يساعدهم قصاد الفتوات، عمرهم ما فكروا يساعدوا نفسهم. في يوم قلت لك خليك هنا وساعدهم، قلت لي في الأهم. السؤال بقى دلوقتي، يا ترى انت عارف حقيقي ايه هو الأهم يا حجاب؟ مش بطال محمد علي كلاب يفكرك بالنادي اللي انت كنت بتقعد فيه في كامبريدج مع ويليام ابن السير مورجان. مع فرق البني ادمين. ايه ده؟ ده عزت بيه هنا اهو. خير عزت. ايه ده؟ عزت سعد عزيز ازاي؟ هنا في كلوب محمد علي. انت عرفت تيجي ازاي؟ انت اللي دفنت من بدري قبل ما ميه البحر تتحول لنار وجحيم. يعني يا سيدي وهنا اللي مش خطر، هنا في اخطار بس من نوع تاني. ده يوسف، انت نسيته ولا ايه؟ ازيك يا جو؟ نور. انت جايبه معاك من لندن هديه لمصر ها؟ قلت يمكن هنا ابقى خفيف على قلبك شويه غير هناك. يا سيدي بلدنا دلوقتي بقت ساعه من كل لون، الحرب فتحت ببانها على البحر. انت اول مره تيجي هنا ها؟ اول مره. رغم ان هنا الناس متنشاه شويه لكن المكان هيعجبك، وبالمره نبقى نحدد مقابلتنا هنا. ها؟ شربت حاجة؟ ايه النشاط ده كله؟ لحقت تغيري هدوم؟ خفت لما انت جيت يا سعد، مش قلت لك؟ اسبقينا على الاوتوموبيل يا شكرت. اوتوموبيل؟ على فين يا ام؟ زي ما قلت لك. مش فاهم. هتوصل معايا نزور الشيخ الليثي. مشكلة ان انا ورايا مشوار مهم جدا مع خالي ومتفق عليه مع راجل مهم قوي. مش كده يا يوسف؟ تمام يا سعد بيه. هو في اهم من الشيخ الليثي يا سعد؟ لا طبعا، بس المشوار ده مهم جدا ووراه خبر هيفرحك قوي. طب ما تفرحني يا سعد. شفت يا عبدون؟ انا يا سيدنا شددت على بنته قوي. قال يبعت لي اتنين من كلابه وهو مش عايز يتحرك. يظهر ان كلام سعد بيك مظبوط. عبدون زودها قوي. انا هشوف المقابله دي الاول. الله، هو يوسف جاي معانا؟ لساعتك تشوفه طبعا يا باشا. يوسف وجوده مهم، سير مورجان بيحبه. طب يلا يلا. سعد بيك كان مع ويليام سوا في كامبريدج، ولازم ويليام يجي مصر وتشوفه يا عثمان بيه. مش هتصدق قد ايه انسان راقي. اميزنج، شخص مدهش فعلا. ويا ريت عثمان بيه يقدم دعوه لويليام بالزياره لمصر. قوي قوي، يشرف كلامه. ويا ريت يكون في الشتاء. بالظبط، وهنزل انا معايا انا ويوسف نروح لاقصر واسوان، الاماكن اللي هو بيحب يشوفها. مش هتصدق يا عثمان بيه، بيعرف عنها اكتر مننا احنا في نفسنا. لكن عثمان بيك، انا اعرف من سعد بيك ان والدك خليل باشا، يعني ابن باشا، وانت لهذا دلوقتي عثمان بيك. تصور جنابك مقاطع كل مسؤولين السرايا وحتى الحكومه. مش مشكله، ده شيء بسيط جدا. بعد 2 يوم يكون عثمان باشا. 2 يوم؟ مبروك يا باشا. نتكلم بقى في المهم يا عثمان باشا، اوكي؟ اتفضل. سعد عقلية عظيمة جدا. اتعلم ثقافة انجلترا كويس جدا. يعني يعرف يقدر صداقتنا كويس قوي يا باشا. عثمان باشا صداقتنا مهمة جدا. وخصوصا في هذه الظروف نحن نحتاج هذه الصداقة، فهمني باشا. سير مورجان يقصد ظروف الحرب. واكيد عثمان باشا يقدر يساهم في دعم جيش مملكة في حرب. وانا اقدر اعمل ايه؟ اه كتير كتير يا باشا. افتكر البداية سير مورجان هي مساعدة خالي في الطلب اللي طلبته منك امبارح. اه كل من يمد لنا يده نمد له يدنا وفورا. أكتر مما تتصور يا باشا. إيه اللي طلبته يا سعد؟ تغيير نظام مملكتك هناك يا باشا. كنت طلبت من جنابك إن إحنا نحتاج نقطة بوليس عشان نتخلص من الفتوات. أه
الخطوات شيء لا يناسب هذا العصر يا عثمان باشا. أنا علمت من سعد أنك مقتنع به حتى الآن. إحنا على أطراف القاهرة، والدي خليل باشا كان مقتنع برضو بالفكرة. أنا أفهم ذلك عثمان باشا، لكن ليس نفسك عثمان باشا، إذا كنا إحنا نهمي مصر في ظل هذه الحرب مش هنقدر نهمي مكان يسكنه عثمان باشا. أفتكر كده عثمان باشا ابتدى يقتنع، وكده نقدر نتكلم في اللي بعده. ده بعد إذنك طبعا يا عثمان باشا. نتكلم. شوف عثمان باشا، جيوش بريطانيا من جميع المستعمرات يمكن أن تمر عن طريق مصر وهي رايحة لجهات القتال. ده هيهمنا أعباء كثيرة يمكن أن تساهم فيها أنت وجميع أهالي مصر. زي إيه جنابك؟ عندي لجنابك بعض المقترحات وبعض المشاريع. مشاريع؟ يس سير. بالمشاركة. يوسف تحت امرك يا باشا. بلغ ابوك يبعت لي عبدون بعد العصر. انا كده اقدر اقول ان احنا قدام قرار تاريخي يا سعد الباشا. امشي امشي. عبدون ده مش سهل يا سعد، ده تعبان اسود. اقطع راسه بضربه واحده، يمشوا كلهم معاه في نفس التوقيت. مش الاحسن نطمن لوصول العسكر الاول؟ من الليله دي هيكونوا كلهم مالين المكان لحد ما يعقوب يفضي مكان للنقطه والعسكر. يا ست ورد، دي تالت مرة يجي يعقوب. يا عم ما قلت لك 100 مرة، عمال اصحي فيه مش راضي يصحى، اعمل ايه؟ ادله عليه مية؟ بس الحكاية كده شكلها يعني. يا عم ولا شكلها ولا كسمها، اتكل انت على الله وهبقى ابلغه ان جنبك شرفت. فيها دعيده نوم العافية يا معلمي. هي ايه العبارة بالظبط؟ انت قصر. البيع عايزك ضروري. وانت جاي قالب دماغنا عشان بسلامة عثمان عايزني. مش دي الحكاية. يوه ده لسه هيحكي. البي زعلان علشان بعتنا وما روحتش النهاردة وزعق فينا وقال هو ما جاش ليه. عايزني اقدم فروض الطاعة للعيل ده كمان. ما انت كده كده مقدمها، يا فرقت يعني؟ يلا قدمها للعيل بالمرة علشان يرضى علينا. بطلي منقرة معايا يا ورد، وشوفي لي حاجة غير بيها ريقي. مفيش حد جاب لنا حاجة النهاردة ولا حتى رغيف عيش. نار أبوهم أسود. أنا اللي قلت لهم كده، لما نعوز حاجة نبقى نبعت لهم حد من عندنا، من رجالتك يعني. جري يا ورد، أنت بتعصي ناس الحتة عليا ولا إيه؟ والمقاطيع اللي معاك ما تشغلهم، هي أكلة ومرعى وقلة صنع. أدعي لك، اجري هات حاجة البيت بسرعة. حاضر، تأمرنا يا معلمي. لسانك طول بزيادة يا ورد. لاني زهقت بزياده يابا، يا ريتها خدتني لما ماتت. نايم؟ يعني ايه نايم؟ الكلب ده تصحيه بنفسك وتجيبهولي في الميعاد. حاضر يا سيدنا الكبير، انا هصحيه بنفسي. يعقوب امر يا سيدنا الكبير. قول له يلم رجالته في المزبله اللي بره الحته، محدش منهم يتحرك غير لما نقول. هو بس انا خاف كده يعني يفكر ان في حاجة. يفكر ولا يتحرك، انا خلاص خدت قراري. الغدا جاهز سعادتك. يعقوب عموما قل له انا عايزهم في شغلانة كبيرة. وصل اللحمه للسته عساكر يا زعزوع، مع اني كنت عايزها تستنى اللحمه اللي هتتفرق دي. ما انت عارف الست اصيله، ملهاش في لحمتهم ولا في هديتهم. صدقت وادي يا زعزوع. ايوه يا معلم. مر على الدكاكين، هات طلبات بيت المعلم. عارف هما مين؟ عارف يا معلم، بس انا كده هتاخر على الست عساكر. تتحرق هي ولحمتها.
روح هات واعمل اللي بقولك عليه يا ابنل زعزوعه. معلش ود اللحمه لاحسن تعفن. ولا انت ولا طب ورحمه ابوك الدالي ما حد جاب طلبات بيت المعلم غيرك يالا. نزل ايدك يا معلم دعيدر كده. ايه ايه في ايه يا معلم دعيدر؟ اسحب البارتين دول مفيش ذبح. ايه قفل الدكاكين دي. خير يا معلم دعيدر؟ ابعد يا رمه النهارده يومكم مش فايت قطران. ما تشيل ايدك من على طاهر يا دعيدر. طلعي نفسك من الشغلانه دي مش وقت هزار. المعلم يفهمك. قفل الدكاكين دي. وقف اللي بتعمله ده يا دعيدر وتلموا كلكم عند بيت المعلم. في عقوق؟ دي اوامر سيدنا البيت كبير تتلموا كلكم في شغل هناك كتير. وانت يا ورد تعالي معانا نروح بيت المعلم. يلا يظهر اننا ما بقناش نخوف زي زمان يا دعيدر. فين سيدك يا عقوب؟ اهدى يا عجوز زمان ما جاي. تحب اقابله انا؟ تقابله؟ هما كلمتين وينفذهم زي الكلب. الموضوع مش بالسهوله دي يا سعد. سعاده الباشا انا شايف يا ابني يا عقوب انا ما طلبتش رايك. بعيد ليه يا عبدون؟ أوامرك يا عثمان بيه. عثمان باشا. يا ألف نهار أبيض، ده خبر يسعد رجالتك وخدامينك. أطلبك بالليل ابعت لي صبيانك والصبح. ما احنا قلنا بقى هنقابل البيه بعد رجوعه بالسلامة، فلازم نبان بمظهر يليق بمعلم رجالتك. خدنا وقتنا بقى على ما روقت نفسي. مين اللي قالك بقى ان كنت طالبك عشان تقابله؟ على العموم الحمد لله على سلامته، وزي ما كنا خدامينك احنا خدامينه. عبدون انت عارف ان الحرب قايمة في بلاد بره. انا سمعت كلام زي ده في قعدة، بس احنا ملناش دعوة. احنا فين وبلاد بره فين؟ لا يا عبدون احنا لينا دعوة. في احكام جديدة في البلد، في نظام تاني خالص هيمشي على الكل. مش فاهم يا باشا، أؤمر. بعد إذنك يا باشا. كلام الباشا معناه إن الحكاية هنا، ومن النهاردة ما عادش ينفع رجالة بنبابيت ولا شغل بلطجة يا عبدون. مش البيت صغير برضو يا باشا. نظام الفتوات هيتغير لنظام تاني يا عبدون، افهم. يا مغازة سعادة الباشا، الكلام برضو مش داخل دماغي. الكلام واضح يا عبدون. اسكت انت يا ابن عقوب. اتأدب. ده مش بلطجي من رجالتك. الكلام اللي قاله الباشا ده كلام السلطة، أعلى سلطة في البلد، فاهم؟ معناته ايه ده يا باشا؟ سمعت اللي قاله سعد بيه، ده كلام السلطة. واحنا نبقى ايه بقى يا باشا؟ سعادتك تؤمر نتشنق ولا بنداري يتباحنا مع العجول اللي بتتفرق؟ انت كده بعتنا يا باشا. عبدون مش انا اللي بيع رجالتي. صبيانك هياخدوا مكافأة وانت استفدت من وجودك جنبي. مش هتغلب تلاقي سكة تانية في مكان تاني. يعني هنمشي من هنا؟ انت كل ده ولسه ما فهمتش. فهمت يا سعادة البيه، بس سؤالي للباشا، مش قلقان من الناس اللي حوالين القصر لما امشي انا ورجالتي هيعملوا ايه؟ هيعملوا ايه؟ تهديد رخيص مرفوض تنطى بيه قدام الباشا. انا خايف عليك يا بيه. انت اللي تخاف عليك يا عبدون لو ما نفذتش الكلام اللي سمعته. خلاص يا عبدون كلمة دور خلصت يا عبدون خلصت. ماشي يا عقوب ماشي يا سعادة الباشا. اسمع بعد اذنك يا باشا، قدامكم يوم بليلة، يعني بكرة بالليل ما يكونش حد منكم موجود في الحارة. مفهوم طبعا.
ونصفت المظاليم. ده مش عشان سواد عيون الجرابيع دول يا جلنار. المهم انتهى عهد الفتوات اللي سودوا عيشتنا سنين طويلة. كأنها شمتانة فيا مش فيهم. معقولة يا باشا، الفضل ليك برضو. اللي حصل ده يا أمي مش نهاية المطاف، ده لسه في حاجات أحلى هتحصل. حقيقي يا سعد؟ أيوه. بصراحة أنا كنت فاكراك غير كده خالص. كنت فاكراني إيه بقى؟ عيل؟ يعني حاجة زي كده. لا يا شكرت، سعد راجل وسيد الرجال ويليق بيكي صحيح يا بنت خشيار. طبعا اذنكم بقى اشوف الباشا اللي انتم زعلين. سعد هو بقى باشا بحقيقي؟ مع خروج اخر بلطجي هيبقى باشا رسمي. اوعى تقول ان دي كمان انت اللي وراه. المهم انه خالك بقى باشا شكرت زي جدك خليل. صح، دي بركة الشيخ طبعا. شيخ مين يا أمي؟ الشيخ الليسي طبعا يا حبيبي، اللي انت لازم تزوره بعد المعجزة دي. طبعا طبعا. كمان يلاسي. سيبه يابا، سيبه يتحرق، احنا خلينا نمشي من هنا. يعني ايه نمشي؟ لا مش انا اللي اتقال لي امشي او ما امشي، مش انا اللي كسر يا بنت لوز. انت تقعد على نينا عين اهله، وكلمتنا تمشي على رقبه الكل. لا ده كده اسمه راني جيتك. انتوا هنا في خدمته واوضكم من ايده، وقال لكم خلاص مش عايزكم يبقى لازم تمشوا. يدفع ثمنها يابا. يابا ما تقللش قيمتك اكتر من كده، خلينا نغور بقى. لا انا اللي قلل قيمتي ان انا اسكت على كل كلمه تتقال. انا اللي قلل قيمتي ان حد يدوس لي على طرف واسيبه عايش. اسمعني بإزاز على البيت ياض. واحنا معلم انتوا تتبدروا في الحته وتستنوني على ندى واحد. خدي بالك منه يا ست ورد. تتكلم جد يا جمل؟ امال عبدون اتجنن ليه؟ الا اذا كان الكلام ده بصحيح. معقوله يا اولاد هيطردهم؟ مين اللي هيطرد مين يا عساكر؟ الباشا بيطرد الفتوات. عثمان بلغ عبدون بده، واللي هيجننه اكتر ابن الست واللي عمله فيه. عمل ايه ابن الست؟ ابن الست قال له اخلص. يعني هو مع عثمان باشا؟ وهيتجنن منه يا عساكر. العيل من امبارح بيهددني. والله يا جماعه شكلها ان الجدع اللي جه امبارح
هو اللي ورا القلبه دي. سعد بلاش تصدقوا روحكم بده، مش في يوم وليله الكون هيتغير. بيقول لك عبدون بيكسر في المخروبه بتاعته واتجنن خالص. تلاقي عثمان غضبان منه من حاجه، وحصلت قبل كده مره، بس شكلها المره دي غير كده. ايوه عندك حق، انا برضو قلبي بيقول لي انها غير كده. صباح الخير يا ام. وانت من اهل الخير يا حبيبي، خليك قاعد معايا شويه، انا مش هنام دلوقتي. يوسف مستني تحت، وهي شكرت معاكي لحد ما تنامي. هو ابني يعقوب ده اهم من بنت خالتك ومني. سيبيه يا طنط براحته، ولا تحب امشي انا؟ يمكن تحب تقعد. لا يا شكرت، ما انتيش مضايقاني للدرجه دي. امال ايه مضايقك حبه صغيرين؟ ايه حكايتكم يا اولاد؟ ما كانتش شقيه كده وهي صغيره غزعه. يعني انت اللي ملاك يعني؟ لا بطل وخلص الحاره من الفتوات. ده لو كان حصل فعلا. هيحصل يا شكرت، وبعدين انا مش بطل ولا حاجه يا امي، دي كانت حاجه لازم تحصل، العالم كله بيتغير واحنا كمان لازم نتغير. انا مش هقول لك لا، بس في حاجات مش ممكن تتغير ولازم نحافظ عليها. زي ايه بقى؟ زي التكيه وبركه التكيه والنور اللي جاي منها. يمكن التكيه دي كمان عايز يغيرها. صحيح يا سعد. معقوله هتصدقي منكفتها دي يا ست الكل؟ عن اذنك سعد حبيبي، لو بتحبني بلاش تخرج دلوقتي. انا محتاج انزل ابص على الحاره يا امي، محتاج اشوفها وهي هاديه بعيد عن الناس. انا كمان كنت محتاجه اخرج واروح للشيخ الليسي، بس قلت بلاش الليله دي، خليها لبكره لما الحكومه تبعت العسكر بتوعها علشان يخرجوا الشياطين دول من الحاره. تليش يا امي، صباح الخير. انت من اهل الخير. صباح الخير يا شكرا. هو يعقوب فين؟ ولي تعب بعد ما خرجنا من سرايا ساعتها، وفضل نايم من ساعتها حتى بعد ما فتح تذكرة داوود وعمل نفسه تبكير. تذكرة داوود؟ مش وقت عيا ولا وقت نوم، كان لازم تفضل عينه عليهم لحد ما يخرجوا. هيخرجوا يا باشا، هيخرجوا زي الكلاب. هو سعادتك قلقان من حاجة؟ خروج سعد معاك دلوقتي ملوش لازمة. مش أي حاجة يقول عليها سعد تنفذها يا ابن يعقوب. يا باشا أنا اللي باخد منه تعليماتي. أنا اللي طلبت من يوسف الخالي إنه يعدي عليا بالليل علشان ناخد جولة في المكان. ولازمته إيه يا سعد؟ الأمور لسه مش مستقرة. بالعكس، أنا أصلا مش مصدق إن إحنا كلنا عايشين تحت حمايته، وده الشيء الغلط اللي لازم يفهموه قبل ما يمشوا. الكل هنا عايش بحس الباشا وبهيبته. لو فهموا إن إحنا قفلنا على نفسنا باب السرايا لحد ما يخرجوا، ساعتها ده هيكون الخطر اللي ممكن يسمح لهم يعملوا أي عملية قبل ما عسكر الحكومة يجي. أفكار غريبة. أفكار حقيقية، وكلها بتتم على ايدك يا باشا برضاك واقتناعك. وهو ده اللي عايز تثبته بخروجك يا سعد؟ لا، في حاجه تانية. انا محتاج ابص بصه تانية على المكان قبل ما نقعد تاني مع سيد مركض. يا سعيد يا رجب. في ايه بس؟ امر يا باشا. هتخليكم مع سيدكم سعد من دلوقتي لحد ما يرجع. معقوله يا باشا؟ اسمع اللي انا بقوله، يا اما مش هتخرج ابدا. خش جوه من غير ما الباشا يشوفكم، يلا. عاجبك عمالك في روحك كده يابا؟ لازم يموت. قول لازم نمشي من هنا، ما هو عثمان ما يقولش كلمة إلا لو عامل حسابه ليه. وحساب أنا معاه. ما هو أكيد مرتب نفسه. مش هيلحق. يابا خلينا نمشي من هنا أبوس إيدك. أمشي. يا دي الليلة السودة. هاتيله. راح فين يابا؟ سيبيني. راح فين يابا؟ مش هسيبك تمشي من هنا والهباب ده في إيدك. إلا لو قتلتني. اهو انا قادر اقتله بايديا دول. رايح فين يابا؟ كده احنا فوتنا على كام رابع تقريبا يا حوالي اربعه خمسه يا سعدي. عايز بقى اتفرج على رابع من جوه. ده نظام متخلف. كان ممكن يبقى مصدر قوه رهيبه للسكان، بس يا خساره. عموما كل ده هينتهي يا سعد بيه. أكيد يا أكيد. طب والتكية؟
اه احنا لسه ما شفناهاش. بس انا عارفها. عارفها؟ يا فاكرها يعني. كنت بروحها زمان انا وامي وانا صغير. انما انت شايفك مهتم بيها يعني. ابدا يا سعد بيه. زيها زي اي شيء موجود هنا. محتاج اعادة نظر. كنت مرة سمعت ان الباشا ان والدك بيقول ان الدكية اصلا كانت ملك ليكو قبل ما يسكنها الدراويش. حاجة كده يعني صح الكلام؟ ما تصدقش كل حاجة بيقولها ابويا يا سعد بيه. كل حاجة هنا طبعا ملككم. ملك الباشا عن والده وملك ليك بعديه طبعا. واي حاجة هنا ممكن تاخد بالنسبة لها قرار مفيش اي حد يقدر يقولك اي حاجة. زي ايه بقى؟ ده بقى اللي احنا هندرسه. تفضيها، تهدها خالص. هدها؟ مالك تخضيت قوي كده ليه يا سعد بيه؟ اصلي انا لسه ما فكرتش هعمل فيها ايه بالظبط. مفيش اي حاجة حلمنا بيها في لندن بعيدة عن هنا يا سعد. مين اللي ماشي هناك؟ اي كلب يدخل بيته بدل ما بيته بدور بيته. يا فران يا اولاد الفران، ما بتردوش ليه؟ انتوا مين؟ الله، هو انت؟ بلاش تاخد وتدي معاك الكلام يا سعد. البس وغنون. مش روح بيتك يا عبدون. يلا انو بيه. ما خلاص ما عدليش بيت بعد ما اطردت. ليا بيت ولا حتى جحر بعد ما طردني عثمان. اطردت من جنة عثمان. بينا نمشي يا سعد. اثبت يا يوسف. اثبت. في عرضك يا بيدي. انا عارف، انا عارف ان انت اللي دبرت كل حاجة. بس اسأل عثمان بيه، هو عارف وهيعرفك. انا طول عمري خدام وخدام السرايا. عملت خد مداس ورجلت كلاب تحت رجليه. اللي انت بتضربه ده يبقى ابويا، وابويا هو اللي بيحمي الباشا طول عمره. الباشا مش محتاج لبلطجي علشان يحميه. بعدين احنا لازم ننهي زمن الفوضى ده في الحارة. يا سلام، انت بقى اللي هتنجد الحارة من البلطجية والمجرمين اللي فيها. طب ما تحميهم الاول من اللي واكل حقهم. بس يا بنت بس، دي مجنونة يا سعادة البيه، مجنونة ما تسمعش كلامها. ابوس ايده. حب على ايده يا بنت، حب على ايده استسمحيه. مش عبدون اللي يطرد ابدا. لو تسمحي ميلي، لو تسمحي ميلي.